بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه هي المحاضرة الثانية. إن شاء الله حنواصل الحديث عن التقارير وروابطها. في المحاضرة السابقة كنا تحدثنا عن الرابط الثاني وهو الكونجنكشن أو الأند، وعرفنا عن طريق اللي هو التروث تيبل أو جدول الصدق اللي أمامنا، وذكرنا أنه الجملة المركبة اللي بتحتوي على الرابط آن بتكون ترو إذا كان الجزئين منها ترو في نفس الوقت، وإلا بتكون فولس. فهذه آخر جزئية تحدثنا فيها. بدينا في الأمثلة، شفنا مثال، خلينا نشوف كمان مثال. فهذا المثال رقم 2 مطلوب: construct a truth table for the compound statement B and not Q. فهنا طبعا بدنا نكون جدول صدق لهذه الستيتمنت، فبنتعلم مع بعض كيف بنكون جداول الصدق لاي ستيتمنت معطيه لها، لانه هي كاداه بنستخدمها، نتعلم كيف نستخدمها. فهنا طبعا بالنسبه لهذا المثال الثاني والحل سوليوشن، فعشان نكون جدول صدق لاي ستيتمنت بنشوف الستيتمنت الاساسيه البسيطه اللي بتكون هذه الستيتمنت المركبه، فبنعدهم بنلاقي انه في تو ستيتمنت بي اند كيو. اذا في عندنا تو سمبل ستيتمنت، اذا الاحتمالات 2 اس 2 بتساوي 4، فاذا بتكون في عندنا 4 احتمالات. فبنكون نعمل جدول، بنبدا نحط الاعمده طبعا باختيار معين، اعمده من الستيتمنت الاساسيه. فعندنا ستيتمنت اولى بي، في عندنا الستيتمنت الثانيه مين؟ كيو. بس لا لا، هذه عمليه عليها، بس هي الاساسيات. فبناخذ بس الاجزاء الاساسيه، الستيتمنتس الاساسيه اللي بتكون الكومباوند ستيتمنت، فهذا هو ايش؟ الاساسي. في عندنا زي ما حكينا في عندنا ايش؟ اربع احتمالات، تنتين ترو تنتين فولس اند ترو اند فولس. طبعا خلينا ناخذها، يمكن هذه الامور سهله، فخلينا ناخذ القاعده كيف بدنا نعمل نقسم ونحط الاربع احتمالات بشكل ايش؟ مناسب. طبعا اي الاربع احتمالات كتبتهم باي طريقه صحيحه، لكن في طريقه سهله حتى انه نجيب جميع الاحتمالات وما ننساش ولا واحد، وما نكررش واحد، انه ننسى واحد ونحط محله واحد، لانه عارفين العدد احنا. فبنعمل كالتالي: هل قلت احنا قلنا في عندنا اربع احتمالات، اذا بيكون في عندنا اربع صفوف، في عندنا اعمده متعدده فيها هذول اول عمودين وحنكمل، وفي عندنا اربع صفوف، في عندنا اربع صفوف في هذا الجدول، تمام. فعشان نكون في عندنا اربع فصول، نبدا فيهم بالترتيب، هذه يعني طريقه طبعا مش هي الوحيده لكن طريقه فعاله. فعندنا العمود الاول منزله على اربع صفوف، حنقسمه لنصين، جزء منهم نص منهم ترو نصهم فولس، ناخذهم على التتابع ترو ترو فولس فولس. فاحنا ايش؟ بنقسم الاحتمالات الموجوده للعمود الاول نص ترو ونص فولس بالترتيب، بلاش ناخذ واحد وواحد، لا بكون هيك ارتب واضمن انه نمشي بطريقه صحيحه. بنيجي للثاني، الثاني الآن بنقسم كل نص إلى أرباع وبنعمله عكس السابق، فلقيت هذه ترو، فهذه احتمال تكون ترو فولس، ما ينفعش ناخذ هذه ترو ترو، لا، احتمال عشان تيجي صح. والثاني نفس القضية، برضه بناخذه ترو وفولس، الاحتمالين تبعهم بهذا الشكل. فالآن لو طلعنا بنلاقي الأربع احتمالات اللي احنا تعرفنا عليها، التنتين ترو في الأول، التنتين فولس في الآخر، الأول ترو فولس الثاني وهكذا وفولس ترو، فهي الأربع احتمالات. فهذه احنا هيك بهذه الطريقه بنكون اللي هو الايه الاساس اللي حنشتغل عليه. الان احنا ايش منا مطلوب؟ مطلوب منا بي اند نوت كيو، البي موجوده، نوت كيو مش موجوده، بنحسبها، بنعملها عمود. فهان نوت كيو. نبدا نحسب اللي هو قيمه الصدق لهذه الايه، فطبعا بنيجي لما تكون الكيو ترو فالنوت كيو فولس، الان لقيت هدول ايش؟ الاحتمالات احنا حطيناهم اساسيين موجودين معطيين هدول، نبدا الان عمليه الحساب تطبيق القواعد اللي تعلمناها، ففولس ترو النوت كيو، اذا كيو ترو فالنوت كيو فولس، واذا الكيو فولس بتكون النوت كيو ترو. فعملنا العمود الثالث. الان ايش مطلوب؟ بي اند نوت كيو، جاهزين نعملها؟ جاهزين، هي البي وهي النوت كيو، فبنكون العمود الاخير بي اند نوت كيو. فبنيجي بدنا نشتغل على هدول العمودين، هذا العمود وهذا العمود. طبقا للقاعده بتكون ترو اذا كانت اثنين ترو. فترو اند فولس فولس. ترو اند ترو ترو. فولس اند فولس فولس. فولس اند ترو فولس. فهيك هذا هو جدول الصدق لهذه الستيب. فبهذه الطريقه بنكون جدول الصدق، عمليه سهله.
وبسيطه. ضمن هذه القواعد بنقدر نكون صدق جدوى صدق لاي ستيتمنت تدينا اياه، قد ما تكون مركبه قد ما تكون معقده، بس طبعا ممكن يكون العمل بياخذ بعض الوقت او انه بيجيب زياده من الوقت، لكن فيش شيء صعب، بس ممكن ايش الوقت يكون شويه طويل. اي سؤال؟ قبل ما ننتهي من الستيتمنت او الرابط اند، في بس ملاحظه مهمه. في بعض الكلمات في اللغه الانجليزيه بترادف اند او بينها نفس المعنى زي اند. الكلمات هذه زي مين؟ زي بط ووايل والذو. فهذول الكلمات اذا ظهرت من ناحيه المنطق ممكن ترجمهم اند ونديهم اللي هو الرمز اللي هو ايش؟ الفي المقلوبه. فهنا بقول لي ان انجلش اذا انجلش ووردز بط وايل والذو ار يوجوالي ترانسليتد سيمبوليكالي وذ ذا كونجنكشن كونكتيف اللي هو رابط الاقتران اللي هو الان. ليش؟ لانه ايش مالها؟ هاف ذا سيم مينينج اد ان، الى نفس المعنى ايش؟ زي الان. نشوف مثال كيف مثلا. فهنا بقول لي ترانسليت ذا فولوينج ستيتمنت انتو لوجيكال فورم، بدنا نحولها للرموز شكل اللوجيك، يوزينج كونكتيف، باستخدام مين؟ الروابط، باستخدام الروابط. فايش الجمله هي بتقول؟ 8 از ديفيزبل باي 2 بط از نوت ديفيزبل باي 3. فهذه ستيتمنت طبعا، ف من ناحيه قواعد اللغه بط هنا افضل من اند، لكن هو معناها انه في عندي تو ستيتمنت. 8 تقبل القسمه على 2، 8 تقبل القسمه على 2، وال 8 تعود على ال 8 لا تقبل القسمه على 3. فطبعا بنربطهم عشان الثانيه منفيه، فايش صارت؟ بط بدل اند، لكن هي معناها بهذا الشكل انه ال 8 تقبل القسمه على 2 ولا تقبل القسمه على 3. فهنشوف كيف بدنا نترجمها مع بعض باستخدام الكونكتيف. فهنا سوليوشن، ممكن نمسح هذا خلص. المثال. فطبعا حنعمل رموز لانه بنحولها لرموز. في عندنا تو ستيتمنت، فنستخدم للاولى مثلا بي زي ما تعلمنا نستخدمه. ليت بي دينوتس، خلي هذه ايش ترمز لمين؟ للستيتمنت الاولى. 8 is divisible by 2، فهذه الستيتمنت الاولى مظبوط. وفي عندنا كمان ستيتمنت الثانيه and let q مثلا denotes ايش هي؟ بنقولش it، لا هي بتبطل ستيتمنت. مين هي اللي تطلع؟ مين عاد بتعود؟ لانه لما كانت في يوم لوحده عارفين على مين بتعود، لا بنقول 8 هي is ممكن ناخذها not divisible by 3، لكن لو بدنا نعملها simple وبعدين ننفيها بكون افضل. فبنقول 8 is divisible by 3. التنتين صح، لكن عشان نستخدم conjunction بشكل بسيط بكون هيك افضل. فهذول الستيتمنت. فاذا الستيتمنت المعطيه لنا ايش صار رمزها؟ بصير بي اند نوت كيو. فبقول لي بدنا لوجيكال فورم، فبنقول له هنا ذا لوجيكال فورم فورم اوف ذا جيفن ستيتمنت statement is b and not q. فهيك صارت الجملة. فالبط ترجمتها هنا and. فهذا هو الشاهد. اي سؤال؟ طبعا لو احنا عملنا الكيو مع النفي كان صارت b and q. بقى ايش الكيو بترمز؟ فهذا مهم جدا اللي هو تحديد الرمز ولا ايش بيرمز. طبعا هذه اللي هو نهايه السكشن الاول. طبعا ننتبه انه التمارين المطلوبه تمارين الكتاب. هذه تمارين في البيت عشان يساعدنا على فهم الموضوع. فهذا السكشن الاول. ننتقل الان للسكشن الثاني ان شاء الله. تمام. فالسكشن الثاني three more connectives. طبعا زي ما احنا ذكرنا هناك خمس روابط. تحدثنا في السكشن الماضي عن رابط النيجيشن او نط ورابط الكونجنكشن اللي هو الان اللي هقدر حنكمل مع الاور والاف then والاف اند اونلي اف الروابط الثلاثه المتبقيه. فهنبدا بالاور. الاور استخدامها باللغه الانجليزيه ممكن تستخدم باللغه بطريقتين بمعنيين. على سبيل المثال لو قلنا I will get a master degree or a PhD degree، فهذه statement ممكن نفهم منها انه انا بدي انا ادرس الماجستير واوقف عن الدراسه واوقف عن الماجستير، او انا بدي ادرس الدكتوراه لانه بتقول or.
بس اذا درست الدكتوراه مفهوم ضمنيا لازم يكون ماجستير، فان هذا بتكون ستيتمنت. لو انا درست الدكتوراه مفهوم ضمنيا انه ايش ماجستير، فهذه الحاله بسموها اللي هي انكلوزيف اور الوار الضمنيه، هذا معنى من المعاني. اللي انا ممكن انا ادرس ماجستير واوقف، هذا احتمال، واحتمال اخر انه ادرس دكتوراه والماجستير مع بعض، فمعنى اور هنا ايش كان في المعنى الاخر، انه ممكن انا الاثنين يكونوا صح، درست ماجستير ودكتوراه او درست ماجستير ووقفت، فهذا معنى الستيتمنت بتكون المعنى الموجود. لكن لو طلعنا على مثال اخر، في عندنا طالب خلص سنه اولى علوم بده يتخصص، فممكن يقول اي ويل ستدي ماثماتكس اور فيزيكس. هل بينفع يدرسهم مع بعض؟ لا، لو درس رياضيات يعني معناته درس فيزيك؟ لا، فانا مخير بس خيار واحد. فاذا ليش لازم يكون هنا ايش فساد في عمليه حصر بسموها اكسكلوسيف اور، هذه عمليه ايش حصريه. طيب هذول الاحتمالين ممكن نسمح للرياضيات ياخذ بهذا الشكل؟ لا، في الرياضيات لازم نديها معنى واحد، يا الضمني يا اللي هو الحصري، ونصير معتمد بالنسبه لنا اللي استخدمناه نعرف ايش المعنى تبعها، ايش بصير يعني بمعنى اخر، وقت ايش بتكون ترو، وقت ايش بتكون فولس، ايش الاحتمالات تبعتها. فهذا المعنى اللغوي بنقدرش ايش نسمح فيه. ففي الرياضيات وفي اللوجيك ما بنقدرش نسمح لهذا الغموض، فلازم ايش نحدد واحد من معاني تعون الاور. فلذلك احنا في عندنا التعريف، فطبعا الاور بسموها disjunction فصل، فعمليه الفصل. فطبعا التعريف بنفس السياسه اللي شفناها في الرابطين السابقين، فطبعا رابطه اللي هي الاور الرمز تبعها في هذه، بسموها disjunction عمليه الفصل. وطبعا هي ايش مالها برضه تستخدم مع مين؟ تو ستيتمنت. هاي في عندي ستيتمنت بي اند كيو، زي ممكن احط ان او ممكن احط اور بينهم، احط بينهم الاور. طبعا كيف بنقراها؟ بي اور كيو او ذا disjunction اوف بي اند كيو، فنفس السياسه. فهذا هو الرمز، وهذا ايش الاسم تبعه، تمام العمليه. تم علينا ايش نعرف؟ لو انا عندي ستيتمنت فيها بي وكيو فيها اور، كيف بدي اعرف ان هذه ترو او فولس؟ بمعرفتي، بناء على معرفتي لقيمه الصدق تبعت البي والكيو. ففي عندنا جدول، فهو بيقول لي هنا اذا كانت ترو اور ترو، ترو يعني انا ممكن ايش التنتين يكونوا صح، زي ما قلنا درست ماجستير ودكتوراه، بينفع، فالستيتمنت صحيحه. ممكن يكون ايش ترو اور فولس، اخذ واحده من تنتين، الاولى تكون ترو والثانيه فولس، برضه بتكون الكل ترو. ممكن الاولى فولس والثانيه ترو، برضه ايش الكل ترو، لكن تنتين فولس لا، فانا الاور لازم يكون على الاقل واحده فيهم تكون ترو، عكس الان زي ما انتم شايفين. فاذا الاور دائما ترو ما عدا حاله وحيده اذا كانت اثنتين فولس. فهذا هو تعريف قيمه الصدق، كيف اتعامل معها لو يكون ستيتمنت. فطبعا هنا بناكد انه هي بتكون ترو اذا كان على الاقل واحده ترو، يا واحده ترو او تنتين، يعني على الاقل واحده ترو بتكون الكل ترو. اي سؤال؟ فنفس السياسه. خلينا نشوف امثله عشان نطبق ونتمكن من هذا الموضوع. فطبعا في مثال تقليدي اللي هو indicate the following statements is it true or and which is false. فنطبق هذا المعلومة عشان إيش نشوف إيش بنتعلم. فالستيتمنت الأولى 1 minus 1 equals 1، فهذه الستيتمنت وإيش هي؟ هي false، فهذه هي الأولى وهي false. 3 plus 3 equals 6 true، true or false or true؟ true، فهذه الأولى true، فهذه حليناها. فهيك بنحل بنطبق القاعده، فالفولس اور ترو بدينا ايش؟ ترو، فهذا الحل. خلينا نشوف ستيتمنت اخرى، بس خلينا نمسح نوسع هذا الحل تبعنا. فهذه حليناها ترو. هي في برضه عندنا تو ستيتمنتس، أربعة تساوي أربعة ترو. طب أربعة اكبر من أربعة فولس، ترو اور فولس؟ ترو. فهنا الاول كانت فولس اور ترو، عكسنا الترتيب تفرقش. فاذا واحده لانه ايش قلنا القاعده على الاقل واحده، فما زال في واحده فيهم ترو، فالكل بيكون ترو. فطبعا هي تشبه لما احنا بنقول الاربعه اكبر او تساوي اربعه، فالستيتمنت صحيحه. عشان هيك لما بنقول حلي اكس اكبر او تساوي اربعه، ايش تبدي الحل؟ من اربعه، لانه الاربعه حل، فاربعه اكبر تساوي اربعه صحيحه الستيتمنت، صحيح؟ لان هي تساوي يكفي، مش اكبر مش اكبر، لكن هي تساوي، فاذا هي ضمن الحل. نشوف كمان مثال. الجذر التربيعي للسالب 1 يساوي 2، ايش هذه؟ فولس. خلينا نحل بهذا الشكل، فهذه سي. مربع الاثنين يساوي سالب 1، برضه فولس. ف
false or false? False. إذا هذه قلنا true لكن هذه false. واضح؟ فإحنا بنعرف إنه هذا الستيتمنت إيش false. نشوف مثال أخير بنفس الأمر. 7 is a prime number. True. 7 is an odd number. برضو true. True or true? True. فإذا هذه true. فهيك بنطبق القاعدة بمعرفتنا لقيمة الصدق للكومبوننتس عرفنا قيمة الصدق للمركبة للستيتمنت كلها مع بعض. تفضل. كان قايل لي الأربعة أكبر أو يساوي الأربعة الستيتمنت كله. هذه جبنا إيش مالها أول شيء؟ هذه بنتعلم هاي شوي تطبيق. هذه إيش مالها ستيتمنت مركبة؟ لأنه إيش تفسيرها؟ الأربعة أكبر أو تساوي أو الأربعة تساوي، هذه ستيتمنت صحيحة. طبعا انا سؤال جيد لانه في ناس بتلتخم بتقول أربعة او تساوي أربعة. لا، الأربعة تساوي أربعة، لكن كستيتمنت رياضيه صحيحه. واللي بياكد لذلك لما اقول لك حلي اكس اكبر او تساوي أربعة، من وين تبدا الحل؟ من الأربعة. اذا الأربعة ضمن مجموعه الحل، ايش معنى ضمن مجموعه الحل؟ يعني بتحقق. فانا لما بقول ار اكس اكبر او تساوي أربعة، ايش بديني؟ اكس تنتمي من أربعة الى ما لا نهايه. ماذا يعني انه مجموعه الحل من أربعة الى ما لا نهايه؟ او باي عدد من هذا العدد تتحقق؟ فالاربعه بتحقق ولا بتحققش؟ بتحقق. فهذا بياكد على هذه المعلومه وهي القاعده، انه لانه هذه الستيتمنت فيها اور في بينها جزء ترو اللي هو أربعة تساوي أربعة، اذا الكل ترو وهذا مصداق لذلك. فجاي هذا مثال عملي كيف بنطبق اللوجيك في واحنا ما كناش نعرف القاعده ليش من صح صح ولا لا. فهذا مثال كيف بنطبق هذه القاعده. نشوف مثال آخر. بس خلينا نمسح هذا الحل. هنا برضو مرة تانية أننا نعمل جدول صدق. خلينا هذه المهارة نتمكن منها لأن مهارة بسيطة، لكن مع الأمثلة إن شاء الله الأمور بتكون أوضح وأبسط. فconstruct the truth table الستيتمنت أتوقع أنه أو نص السؤال السهل. For the compound statement في عنا not statement أو اللي هو the negation of نقول be or not q، فبدنا نعملها مع بعض. فطبعا هذا مثال رقم 2، خلينا نمشي فيها خطوة خطوة. وهي هنا solution. فأول سؤال بدي أسأل نفسي عشان أعمل جدول إيش بدي أقول؟ أكم جملة بسيطة أو كم تقرير بسيط بكون 2 b and q، هي الرمزين أصلا واضحة الرموز. فحنعمل أول شيء إيش؟ عمودين. حنعمل عمودين b و q. ما زال في عندي 2، إذا في عندي 4 احتمالات، فبدنا نعمل ايش؟ 4 صفوف للاحتمالات غير الصف تبع البي والكيو. هاي 2 3 وهي 4. تمام. طبعا بدنا الاربع احتمالات المعروفه. لو تعودنا على الترتيب اللي احنا بنستخدمه هذا ترتيب جيد وبخلينا نضمن انه ما ننساش شيء وما نكررش. فترو ترو فولس فولس ترو فولس ترو فولس. فهي الاربع احتمالات زي ما عملنا في السابق. الان بدنا نشوف في عندي ايش اول، بدي انفي الكل ولا بدي انفي الجزء؟ بدي انفي النط كيو اول. فبدنا نيجي نحسب نط كيو. بدنا نحسب اللي هو التروث فاليو للنط كيو زي ما تعلمنا. فولس ترو فولس ترو. تمام. بعد هيك ايش في؟ في عندي الاور. لانه هذيك ايش؟ للجوز كله. فبنحسب ايش؟ العمليه بالتقطيع زي العمليه الحسابيه، الجمع وضرب وهكذا. والاقواس طبعا الاقواس دائما لها ايش؟ اولويه. نفس القابليه زي ما في العمليات الحسابيه الاقواس لها اولويه، برضه في عمليات اللي هو الروابط المنطق الاقواس لها اولويه. فنيجي نحسب بي اور نوت كيو. فهي البي اور نوت كيو. ترو اور فولس؟ ترو. ترو اور ترو؟ ترو. فولس اور فولس؟ فولس. فولس اور ترو؟ ترو. بهذه البساطه. واحده واحده. فهذه بكل بساطه عمليه بسيطه وسهله وعمليه سهلة. اخر حاجه بدنا ننفي هذه الجمله بي اور نوت كيو. فبدنا ننفي هذا العمود عكسه. فولس فولس ترو فولس. فزي ما انتم شايفين عمليه سهله وهي فعلا سهله. فالامر بسيط، بس نستخدم هذه القواعد بنقدر نعمل اللي هو تروث تيبل لاي ستيتمنت، لاي ستيتمنت زي ما حكينا في المره الماضيه. اي سؤال؟ خلينا ننتقل لنقطه جديده مهمه اللي هي equivalent statements. فهي ايش؟ التقارير المتكافئه. التقارير المتكافئه. لو انا عندي تقرير رين
بكتش بقول عنهم متكافئين، يعني انا ممكن استبدل هذه الجمله واستبدلها بجمله ثانيه وهدول متكافئتين وتنتين صح. فالحقيقه في عندنا تعريف، لانه دائما احنا بنعطي بدنا المعنى الاصطلاحي الدقيق. فعندنا تعريف تو ستيتمنتس كابيتال بي ان كابيتال كيو. طبعا زي بتتذكروا المحاضره الاولى اليوم قلنا ما زال كابيتال بي وكابيتال كيو بنتوقع انهم يكونوا كومباوند. لا هنا باكد بقول لك يا سمبل او كومباوند، اي تو ستيتمنت بغض النظر ايش بيكونوا. بقول عنهم انهم لوجيكالي ايكويفالنت او باختصارا ايكويفالنت، بس عشان هيك بين قوسين يعني ممكن اذكر. طبعا هو ايش ماله التكافؤ منطقي، لانه مش المنطق احنا. فاحنا لما ذكرناهاش معروف ضمنيا انه ايش تكافؤ منطقي. وقت ايش اذا البي والكيو لهم نفس قيمة الصدق في جميع الاحتمالات المنطقية الموجودة، يعني أينما كانت بي ترو بتكون الكيو ترو، وأينما كانت البي فورس بتكون الكيو فورس، يعني يا ترو مع بعض يا فورس مع بعض في جميع الاحتمالات المنطقية، فعشان هم متكافئين، يعني هذه ترو إذا هذه ترو نفسها لما تكافئها، هذه فورس إذا الثانية فورس، فإيش بقول لي؟ We have the same truth values in each of all logical possibilities في جميع الاحتمالات المنطقية. طيب الرمز بكتب بهذا الشكل بي تكافئ كيو بنقراها، طبعا زي ما تشوف هي زي اللي يساوي بس ثلاث خطوط افقيه فوق بعض متوازيه، هي بسميها التكافؤ. بدنا نقراها بي از ايكويفالنت تو كيو، بي تكافئ الكيو. خلينا نشوف مثال. شو ذات نوت بي اور نوت كيو تكافئ نوت بي اند نوت كيو. تمام. كيف بدنا نحل؟ بدنا نعمل جدول صدق. فهذه احد الطرق انه نعمل جدول الصدق، نجيب عمود للستيتمنت الاولى عمود للستيتمنت الثاني ونقارن هل ترو مع بعض او فورس مع بعض. طبعا هو بيقول شو اذا هو عارف انه الجواب صحيح، بدا يقول انه ايش انه فعلا هدول متكافئين. لو قال لي ديترماين حدد ساعتها بدي افحص، لكن انا بدي اطلع الجواب انهم فعلا متكافئين. ايش معناته اثبت انه وضح انه هذه مترو مع بعض وانهم فورس مع بعض في جميع الاحتمالات المنطقيه الممكنه. كم احتمال فيه؟ أربعة، لأنه اثنين كل ستيتمنت بتتكون، فحنعملها مع بعض. أنا عندي نص الحل أو ثلاث أرباع الحل موجود بس بدي أكمل، فاسمحوا لي أنا بدي أضيف عمود هنا بس عمود. لا بدي أكثر من عمود الحقيقة. بدنا أكثر من عمود صحيح. بدنا نط بي، خليني أضيفه هنا. نط بي وبدنا اللي هو إيش؟ نط بي and EQ. طبعا هنا لو ما حطيناش اقواس بيمشي الحال، لانه دائما النفي مقدم على اي عمليه اخرى، قدم من الاقواس. احنا قلنا الاقواس مقدم على اي شيء والنفي مقدم، حتى لو فيش قوس دائما النفي هي المقدمه، فمقدمه على العمليه كلها. فهذه بهذا الشكل. طبعا نبدا في نط بي، قلنا ترو ترو بصير فولس فولس ترو ترو. تمام. فهذه نيجي نحسب هذه الستيتمنت الثانيه نط بي اند كيو، بدنا نشتغل على هدول التنتين مع بعض. ترو اند فولس فولس، فولس اند فولس فولس، ترو اند ترو ترو، فولس اند ترو فولس. فهذه اول خطوه. اذا انا اول خطوه عشان اتاكد او افحص انه تو ستيتمنتس ايكويفالنت ولا لا، بعمل جدول صدق للتو ستيتمنتس، طبعا مع بعض اختصارا بينفع، كل واحده جدول لحال ممكن، لكن هذا اسهل عشان بقدر المقارنه تكون واضحه. وبعدين ايش في مع الاحتمالات نفسها، بديش انا اروح لو غيرت الترتيب بصير المقارنه صعبه، فانا بدي بنفس الترتيب بنفس الترتيب. الان ايش الخطوه اللي بعد هيك؟ بنقارن. هاي هذا العمود بدي اقارنه مع مين؟ مع هذا العمود. فواضح انه هاي فورس مع بعض فولس مع بعض، ترو مع بعض فولس مع بعض، فواضح من الجدول انهم فعلا ايش؟ ايكويفالنت. فحنبدا نحط بعد ما نعمل الجدول حنقول له هنا ايش بقيه الحل؟ From the table we see that اللي هم ايش؟ not B or not Q تكافئ not B and Q. فمن الجدول هي الجواب، الجدول لحاله بكفيه عشان يكون جوابتنا جواب نموذجي وكامل. واضح من الجدول، احنا استخدمنا الجدول، هو الجدول بدل على انه الحل صحيح من العمودين اللي هو الراب ايش العمود الخامس والاخير. اي سؤال؟ فهذه طريقه او احد الطرق، ممكن نشوف طريقه اخرى ان شاء الله لقدام، اللي هو كيف نثبت انه تو ستيتمنتس ار ايكويفالنت، يعني يا ترو مع بعض يا فولس مع بعض. كاكسرسايز، يمكن ما فيش في الكتاب كثير تمارين، فدائما انا بحاول اضيف تمارين اضافيه اذا لقيت في نقص في اسئله الكتاب.
نثبت انه نط بي اور كيو تكافئ نط بي اند نط كيو. وكمان واحده لو دخلنا النفي على اللي هو الان هذول قانونين مشهورين حناخذهم بالتفصيل، بتصير نط النفي الاولى او نفي الثاني. فهذول اعطوا تطبيق على هذا الكلام عشان الامر نتعود عليه وتصير امر الحقيقه سهل جدا، بس بدنا كلنا نتمكن منه. اي سؤال؟ ننتقل الان للرابط الرابع وهو رابط الشرطيه ذا كونديشنال. ايش اسمه؟ ذا كونديشنال. فهذا هو الاسم تبعه اللي هو اف ذن، له اسم فالاند له اسم كونجنكشن وهكذا بنفس الاسلوب. واضح اللي هو سياستنا في التعريف وسياستنا في اللي هو كيف نتعامل مع هذول الروابط، اسم هذا كونديشنال. فطبعا بدنا نبدا بالتعريف، بدنا نحط الرمز تبعه الاسم تبعه على مين بيدخل مع مين بيتعامل، وبعدين ايش بدنا نعمل، كيف نحسب قيمه الصدق. تمام، نفس السياسه. طيب فبقول لي ذا كونكتيف اللي هو اف ذن، هاي هيك بنقراه، هيك تقرا لانه هذا سهم الى اليمين، از كولد ايش اسمه؟ ذا كونديشنال، ذا كونديشنال الشرطيه. اند ات مي بي بليس، كيف بتنعمل؟ بين تو ستيتمنت، هي عندي بي وهي عندي كيو، بحط السهم بينه زي الاند والاور، نفس القضيه، تدخل على تو ستيتمنت بهذا الشكل. ايش بنقراها؟ اف بي ذن كيو، هيك تقرا، اف بي ذن كيو. تمام، الان بده يعرف ايش جدول الصدق. لكن الان بده يستخدم اسلوب جديد لتعريف قيمه الصدق الحقيقه غير عن الايش الاسلوب اللي في المرات الثلاثه، وهذا شيء طبيعي بنلاقيه في الرياضيات. اول شيء انا بتعامل مع العمليه، بعرف مفهوم معين وببدا امشي فيه، بعد هيك ممكن انا اعتمد عليه في تعريف شيء متطور اكثر، لانه بديش كل مره انا ايش اوصل للمستوى الادنى او المستوى ايش البدائي في التعريف، ما زال انا في عندي حاجه جاهزه ممكن اعرف مين بدلالتها. على سبيل المثال هلقيت احنا بنيجي نعرف الضرب، كيف بنعرفه؟ بدلاله الجمع، مزبوط. فالان طول ما صارت عندي ادوات ممكن هذه الادوات ايش استخدمها، وهذا مسهل علي، مش ضروري انه اروح ايش اعرف انه عمليه الضرب هي عمليه زي عمليه اللي هو الجمع، بدي اروح انا اعد على اصابعي واستخدم اللي هو جداول الجمع، لا، بس بعتمد على مين؟ على الجمع. فهنا نفس القضيه، حنعرف الاف ذن الكونديشنال باستخدام الروابط السابقه الاند والنفي، الاند واللي هو النفي. فهذه هي طريقتنا في التعريف عشان نختصر بعض الخطوات، وطبعا ممكن يفتح افاق معنى جديده لاستخدامها. فهو بيقول لي كيف بدي اعرف قيمه الصدق؟ بيقول لي ذا ستيتمنت بي اف بي ذن كيو از كوي از ديفاين تو بي، هاي تعريف قيمه الصدق يعني ايش مالها؟ اكويفالنت تو، تكافئ مين؟ ذا ستيتمنت نط او ذا نيجيشن اوف بي اند نط كيو. ايش معناته؟ بتكون ال اف بي ذن كيو ترو اذا كانت هذه الستيتمنت ترو، وبتكون فولس اذا كانت هذه الستيتمنت فولس. واضح؟ فبدنا نحسبها بهذا الشكل. طب احنا بدنا كيف بدنا نعمل هذا الكلام؟ فهذا التعريف له بعض اللي هو التطبيقات حنشوفه مهم جدا. طب لو بدنا جدول تفصيلي بنحسبه حساب، التعريف انتهى الان، انا بقدر ايش؟ لانه بقدر احسب مين؟ قيمه الصدق هذه ولا لا؟ لانه بعرف النفي وبعرف الان وبعرف ان في الكل جمله، اذا ما زعرب بقدر احسب هذه اذا بقدر اعرف هذيك. واضح؟ فاحنا عرفناها بدلاله مين السابق؟ الثلاث السابق. خلينا نحسبه مع بعض، يمكن موجود هو جاهز. فهنا بنلاقيه بالشكل التالي، بديش انا ادخل بالحساب اذا حابين تحسبوا الثانيه وتشوف انه متكافئ، بيطلع بهذه الصوره. فبلاقيه انه بقول لي ذا تروث فاليو از جيفن باي ذا فوليوم تيبل، لو حسبناها من التعريف بيطلع بهذا الشكل. ترو ذن ترو ترو، ترو ذن فولس فولس، فولس ذن ترو ترو، فولس ذن فولس ترو. كيف ممكن نفهم هذا بطريقه مختصره؟ الحقيقه يمكن هذا افضل مثال له، كانه هذا ايش؟ في وعد، مش شرط، هو وعد. انا بقول له اف بي ذن كيو، فاحنا خلينا ايش نفسرها كيف بتكون. فلو احنا عندنا بي هذا هو الشرط، او خلينا نسميه الوعد. فلو انسان وعد انسان اخر مثلا ولي امر طالبه، قال لها اذا بتجيب امتياز لك هديه، تمام؟ اذا بتجيب امتياز لك هديه. فلقيت هو الشرط الامتياز يؤدي الى الهديه. طب جابت امتياز، هي صارت بي ترو، اداها هديه ترو، في مشكله؟ ممتاز، نقول على انه مفيش مشاكل. طيب جابت امتياز ما اداهاش هديه، في مشكله، فولس. ترو ذن فولس فولس، مشكله. تمام؟ هرجع على التعريف ايش بقول. طيب ما جابتش امتياز لكن ابوها طلع اكرم منها واداها هديه، في مشكله؟ لا ترو.
واضح؟ طيب ما جمدش امتياز، ما ادهاش هديه، خلص الناس عن شروطها واضح؟ فنفهمها بهذا الشكل. طب نقراها من الستيتمنت الثاني، ليش بتقول هذا الستيتمنت؟ بتقول ما توعدش وتخلف بالوعد. هنا ما توعدش، هي نفي، لا 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 تمشي لهذه الحاله، الوعد مع خلف الوعد، ماشي؟ ما يكونش في شرط وعدم استجابه للوعد او الشرط، ما يحصلش هذا. بكون مشكله. واضحه كيف نقراها بهذا الشكل؟ فالان الامور بتتقرب لنا كيف نفهمها. فبقول لي الان اياك، هي نفي، انك توعد وتخلف بالوعد، هيك معناته. ما بي ونط كيو، قلنا هذا البي هي الوعد، ونط كيو تخلف بالوعد، لا مشكله. فهيك ممكن بدنا نفهمها. طبعا ويد وللصدق المباشر، لكن هذا تفسير لها ايش بتصير. اي سؤال؟ فطبعا اختصارا للجدول بقول لي ذا ستيتمنت بي عندك يو حلاقيها دائما ترو، بتكونش فولس وقت ايش؟ وين المشكله؟ اذا وعدت وخلفت الوعد. اذا كانت البي ترو والكيو فولس، غير هيك دائما هي ترو. اذا كيف بتكون دائما ترو، فاختصارا لهذه الامور. هنشوف امثله نفس السياسه عشان نتعود على هذا الموضوع او هذه الرابط الجديد. طبعا نبدا بالمثال تبعنا الستاندرد او الكلاسيكي. Determine whether the following statements are true or false. فنبدا بالجمله الاولى، اتوقع ممكن نمسح هنا عشان نحل بشكل كهامش يساعدنا في الحل. اتوقع هو المثال. فنبدا ب A solution. فعندنا بقول لي if 2 minus 4 equals 2، هذه false. Then 2 minus 2 equal 4. False. False then false. الكل false. إذا هذه false. False. آسف. صحيح. False. Then false. True. صحيح. ما وعدناش وما جبناش ما حققناش شرط الوعد وما وعدناش، فيش مشكلة. صحيح. فما زال ما فيش شيء اللي هو ما تحققش الشرط اللي هو الأولى، فأي ما نعمل بكون صح، ما فيش مشكلة. هذه الأولى. ففالس then false إيش بتكون؟ True. صحيح. نشوف كمان مثال. 7 أصغر من 9 ترو، ذن 7 أكبر من 8 ترو. وعدنا ووفينا بالوعد، فيش مشاكل. ترو. نشوف المثال اللي بعده. 3 أكبر من 3 فولس. 4 أكبر من 3 ترو. لا، هي بتكون ايش؟ ترو. صحيح. بتكون ترو. دي. 5 اصغر من 6 ترو. 5 از ايفن فولس. هنا مشكله. نوعد ما نوفيش بالوعد، لا فولس. بتكون فولس. فهذه اللي هو الشرط وكيف نتعامل معه، كيف نحسب قيمه الصدق لستيتمنت تحتوي على الرابط اف ذن بهذه القاعده. طبعا يمكن هي اصعبهم بالنسبه للاولاني، لكن مع التعود بتتعود عليها، نتعود عليها. فطبعا هي وين بدها انتباه؟ لما تكون الاولى ترو بدها انتباه، اذا وعدت بدك ايش؟ تستعد انك توفي بالوعد. ما وعدتش فولس، فولس خلص ما تطلعش على الباقي، لانه ما فيش وعد، فايش ما تعمل اعمل، انت حر. هاي في كمان مثال، هذا المثال الاول اذا. نشوف كمان مثال برضه جداول الصدق، لانه هذه مهاره سهله وبدنا نتمكن منها. Construct a truth table for the statement B or Q. If B or Q then R. تمام، خلينا نمشي بيها مع وخطوة خطوة مع بعض. فهذا المثال الثاني وهي solution. فزي ما تعلمنا بنشوف أكم statement فيه بسيطة؟ ثلاثة. إذا بدنا ثلاث أعمدة، في عندنا B، في عندنا Q، في عندنا R، ففي ثلاث أعمدة. فأكم احتمال؟ 2 تكعيب 8. فبدنا نعمل 8 احتمالات. فخلينا نقسم الجدول، هاي 4 ونقسم كمان بالنص. عملية سهلة لكن بس نلتزم بهذه القواعد البسيطة بنقدر نتعامل مع أي مثال ومع أي ستيتمنت ونكون لها جدول الصدق. فهذول 8. الآن بدنا نبدأ نعبي بشكل صحيح وما ننساش ولا احتمال من الاحتمالات. طبعا زي ما تشوفون كل ما كتروا بصير الأمور ممكن تتوه منا إذا ما تستخدمناش القواعد. فحنقسمهم لإيش؟ نصين، 4 و4. 4 ترو
وأربعة فولس 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 فولس. هذا الأول. الثاني بدنا نقسم الكل ليش لجسمين، فهذا حتكون ترو ترو فولس فولس ترو ترو فولس فولس، فبنقسمها بالنص. الآن بدنا نقسم النص، فبصير ترو فولس ترو فولس ترو فولس ترو فولس. فطريقة بسيطة وسهلة، إذا تعمدناها كل الاحتمالات موجودة. فإحنا هذه 8 احتمالات ولا واحد زي الثاني عشان ما فيش تكرار، وإحنا فعلا أخذنا جميع الاحتمالات الممكنة في هذا الشكل. بدنا نحسب إيش في عنا؟ في عنا بي أور كيو، لأنه بين قوسين، فهي هذه إيش؟ مقدمة. بدنا نحسب بي أور كيو، تمام؟ فطبعا نبقى للقاعدة ترو أور ترو 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 أور ترو 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 أور فولس ترو ترو اور فولس ترو. طبعا ما زال البي ترو، اذا كله لازم يكون ترو بغض النظر عن الكيو. الان بدنا ننتبه، فولس اور ترو ترو، فولس اور ترو ترو، فولس اور فولس فولس، فولس اور فولس فولس. عمليه سهله بسيطه بهذا الشكل. الان الخطوه الاخيره اف بي اور كيو ذن ار، فبدنا الستيتمنت هذه مع هذه، وننتبه للترتيب. شايفين هنا يعني في في البي في الان في الاور الترتيب ما كانش مهم، لكن في الاف ذن الترتيب مهم، عشان لازم ناخذ جميع الاحتمالات، لانه اذا الاولى فولس فيش مشكله، لكن الاولى ترو في مشكله، فتختلف الاولى عن الثانيه. بدنا نبدا، فاحنا هي الاولى ترو، وعدت بدك تستعد تنفذ الوعد. ترو اور ترو ترو، ترو اور فولس فولس، مشكله ما نفذناش الوعد. ترو اور ترو ترو، ترو اور فولس فولس، ترو اور فولس، الترتيب هيك ننتبه، ترو اور ترو ترو، ترو اور فولس فولس، فولس اور ترو ترو، ما فيش وعد ترو. بس انتبهوا هنا الترتيب، لانه واحده عملناها قبل الثانيه، فبدنا ننتبه وين ماشيين احنا، مين الاولى مين الثانيه. اي سؤال؟ اتوقع ان عمليه بسيطه، شويه تركيز وشويه انتباه للقواعد بتكون الامور سهله جدا. خلينا نشوف مثال. هنا بدنا ناكد على التعريف اللي عملناه لانه مهم، فبدنا نتعود عليه وبدنا اللي هو نتمكن منه. فبديني مثال، بقول لي رايت ذا فولوينج كونديشنال ستيتمنت از ا كونجنكشن، اكتب الجمله الشرطيه التاليه باستخدام اداه الرابط اند. بينفع؟ نعم، لانه احنا ايش قلنا عرفناها ان هي نوت بايش بي اند نوت كيو، فبدنا نستخدم هذا الكلام نشوف كيف بنعكسها وكيف لما نترجمها حلقه بتدينا نفس المعنى ولا لا. فخلينا نشوف الامر، فخلينا نحل. ممكن نكتب هنا فخلينا اول شيء نحولها لرموز عشان احنا اسهل نعمل الرموز. فهنا المثال الثالث سوليوشن، فخلي بي ترمز لمين؟ 3 زائد 2 تساوي 5، وخلي كيو ترمز لمين؟ 5 ناقص 2 تساوي 3. فالستيتمنت ستيتمنت اللي هي ايش؟ لسه واحدة واحدة. بي ذن كيو، مظبوط؟ هذه الستيتمنت. فهذه بي ناقص ذن كيو، اف بي ذن كيو، مش هيك الجملة؟ لما نعمل هذه هي اي بي وهي كيو، اف بي ذن كيو. الآن نحطها طبقا للتعريف، هذه تكافئ نط بي، ما توعدش وتخلف بالوعد، ما توعدش وتخلف بالوعد، فهذه هي الستيتمنت. فطبعا بقول لي ايش؟ ا كونجنكشن، فهذه معناها. طب لو بدنا نترجمها بنقول له ايش؟ ات از نوت ذا كيس، هي ليست الحاله بدنا ننفي، فنترجمها في الجمله ات از نوت ذا كيس، انها لا, لا 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 يمكن ان تكون هذه الحاله. ايش هي؟ انه ايش البي؟ 3 زائد 2 تساوي 5، لا يمكن ان يكون 3 زائد 2 تساوي 5، اند 5 ناقص 2 لا تساوي 3. لا هي لا هي نفيتها، مش نط كيو، هي نط كيو مظبوط. فاذا هذه كيو ايش نط كيو؟ لا تساوي، مظبوط. فنشوف المعنى صح ولا مش صح، انه هذا اول شيء نشوف الجمله هذه ترو ولا فولس. 3 زائد 2 تساوي 5 ترو، ذن 5 ناقص 2 ترو، فهذه ترو. طيب نشوف الجمله الجديده ايش بقول لي؟ ات از نوت ذا كيس، هي لا يمكن ان يكون صحيحا انه 3 زائد 2 تساوي 5 و5 ناقص 2 تساوي 3، مستحيل تكون هذه صحيحه. لانه ليش؟ لانه هذه بينهم اند،
فعشان تكون ترو لازم تكون تنتين ترو. هذه ترو وهذه فولس مستحيل. It's not the case. واضح؟ فالمعنى هيك بايش؟ بيتسق مع التعريف. بيتسق مع التعريف وبدينا ايش؟ انه فعلا هذول متكافئتين. هذول متكافئتين. اي سؤال؟ زي ما شفنا انه الان في بعض الكلمات الاخرى اللي بتكافئ زي but while or though، برضو if then في بعض ايش الطرق المكافئه لها. فبقول لي استخدم بي اف بي ذن كيو عشان تترجم للتقارير التاليه باستخدام الكونديشنال بالشكل التالي. اول طبعا في اف بي ذن كيو، هذا هو الاساس. ايش كمان؟ بي اونلي اف كيو. طبعا احيانا بيقدموا في اللغه وبيستخدموها. طبعا ايش الهدف من انه ندي هذه الجمل؟ عشان لو قرانا في كتاب ما او في نفهم ايش المعنى. فبي اونلي اف كيو، هات تدينا ايش؟ اف بي ذن كيو، نفس المعنى. كيو اف بي، هذه مختلفه. كيو اف بي بصير تقديم وتاخير بالشرط وجواب الشرط. بي السفشنت تو كيو، بي ايش؟ كافيه للكيو. هذا معنى مهم بيستخدموه كثير في الرياضيات، حنشوف ان شاء الله امثله متعدده. وكيو از نيسيسيرلي فور بي. طبعا يعني انت ما كانش حد زي ما نقول بي كافيه، ما كانش حد اللي هو ما طالب منك انك توعد، لكن فاذا وعدت شيء ثاني، لكن اذا انت وعدت لازم توفي. الكيو ضروري، اذا الوفاء بالوعد ضروري بعد الوعد، لكن ما حدش طالب منك الوعد هيك، يعني هو هذا شيء اختياري كافي، تحقق او ما تحققش انت حر، توعد او ما توعدش انت حر، لكن اذا وعدت انت لازم تحقق الوعد. فكيو نسلي، اذا وعدت ضروري تحقق الوعد. فهذه بتيجي بعض المعاني اللي بنستخدمها. مثال اخر، كيو وين ايفر بي. كيو وين ايفر بي، تمام. فهنا مكان مناسب حتى نتوقف، فان شاء الله المره الجايه بنكمل مع اللي هو الرابط الاخير وهو الباي كونديشن. يديكم العافيه.